حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. بررت اللجنة المالية البرلمانية قانونية الضرائب التي تفرضها الحكومة على المواطنين والموظفين، مشيرة إلى أنه يجب أن تبدأ الحكومة بضرائب البضائع على التجار والشركات. وقال عضو اللجنة المالية مصطفى الكراوي إن باب الضرائب يعد من الأبواب الداعمة للإيرادات غير النفطية المهمة التي يجب أن تعمل عليها الحكومة، واستدرك بالقول إن على الحكومة البدء بفرض ضرائب البضائع على التجار والشركات وليس فقط على المواطن والموظف الذي يطالب بتعديل سلم الرواتب وزيادة تخصصاته في ظل ارتفاع الأسعار. رجح المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح لجوء الحكومة لتقليل النفقات لغرض سد العجز الحاصل في الموازنة ونقص السيولة. وأشار صالح إلى أن هناك تحوطا حكوميا حسب قانون رقم 13 للموازنة من أجل تأمين السيولة المالية وافتراضات أخرى لمواجهة صدمات خارجية أو أزمات قد تحصل هنا أو هناك. هذا وواجهت جداول الموازنة العامة للعراق للعام 2024 اعتراضات وجدلا بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات، وذلك بعد مصادقة الحكومة عليها. أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية دريد جميل تأشير عدد من المخالفات المتعلقة بتنفيذ وإدارة المشاريع في وزارة الإعمار والإسكان. وقال جميل إن مراجعة الملفات والمعلومات المتوفرة كشفت عن وجود تجاوزات ومخالفات إدارية وفنية في عدد من المشاريع التي من المفترض أن تصب في خدمة المواطن وتطوير البنية التحتية، وهو ما دفع إلى جمع تواقيع نيابية بهدف استجواب وزير الإعمار والإسكان بن كين ريكاني لحماية المال العام من أي هدر أو فساد. نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن خضوع مصفاة كربلاء النفطية لأعمال صيانة مكثفة من المتوقع استمرارها لمدة شهر تقريبا، ما جعلها خارج الخدمة منذ 25 من شهر أيلول الماضي. ويستهدف العراق زيادة إنتاجه من النفط الخام وتوجيه جزء كبير من هذا الإنتاج إلى مصافي التكرير التي يعمل في الوقت الحالي على زيادة قدراتها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال أقرب وقت ممكن. يأتي توقف مصفاة كربلاء النفطية عن العمل رغم أنها افتتحت في شهر نيسان عام 2023 وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف برميل يومياً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.